ونتوجه بالحديث لمسرح الحمراء بدمشق يلي عم تحتفي خشبته بمهرجان البزق بنسخته ال 12 بمشاركة عازفين من مختلف المناطق السورية على آلات الطنبور والبزق والبقلمة بأنغامة المختلفة يلي انطلقت بالأمس ومستمرة ل 28 أيار أكيد بإشراف وإعداد ضيفنا الصحفي إدريس مراد مؤسس ومنظم مهرجان البزق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك ضيفنا العزيز أكيد من أهل البيت والدار ودائما مستضيفك مع كل دورة جديدة للمهرجان وممتنين لهيدا المهرجان وهيدا الجهاد فعليا الثقافي اللي عم تقوموا فيه بما يخص منطقة الفرات. خلينا نحكي اليوم بالنسخة ال 12 دائما في أشياء جديدة بتحاولوا تضووا عليها بالمهرجان أو تطرحوا بما يتعلق بالجانب التراثي لكن بطريقة مختلفة. خلينا نحكي عن هي الدورة. شو اللي جديد اللي مخبينا يا اليوم أستاذ إدريس؟ هلا بهذا المهرجان حقيقة كل دورة فيها أشياء جديدة. صحيح. يعني طالما هي آلة تراثية أو هي عائلة من الآلات التراثية وأيضا يعني ألحان تراثية سورية فأكيد دائما بيكون في معزوفات جديدة في وجوه جديدة. نحن يعني آلة الطنبورة والبقلمة والبزخ هاي الآلات يعني محصورة أو ما فيني أقول محصورة باعتبار آلة البزخ هي آلة نوعا ما صارت معروفة بدمشق وأيضا معروفة بعض التجارب الغنائية العربية كتجربة الرحابنة طالما الأمير محمد عبد الكريم هو من عرف هذه الآلة في الساحة الثقافية أو بالأحرى هو من يعني طالعها من الصالونات والخيم إلى المسارح ومو بس مسارح السورية أو مسرح عربيا وعالميا. صحيح. عالميا. صحيح. نعم واستطاع أن يؤلف العديد من المقطوعات الموسيقية بقوالب حتى قوالب غربية. يعني فين يعتبر محمد عبد الكريم هو أول من استطاع أن يخلق شيء اسمه لحن شرقي على مقام غربي. فكان هذا سباق بهذا المجال. أنا عم بحكي عن محمد عبد الكريم باعتباره هو ألف هذه المعزوفات على آلة البزق. فنحن نعرف آلة البزق منذ محمد عبد الكريم منذ أوائل الخمسينيات القرن الماضي. هلا آلة البزق تدرس في معهد عالي للموسيقى. حديثنا الآخر هو عن آلة الطنبورة والبقلمة وآلة أخرى اسمها آلة الجنبش هي آلة وترية كمان من ضمن هذه العائلة. هي محصورة ما بين منطقة ما بين النهرين منطقة الجزيرة السورية. صحيح. فأغلب عازفينا من هنيك كمان هاي الآلات يعني حقيقة ملتقى آلة البزق هو احتفاء أكثر بآلة الأم اللي هي آلة الطنبورة. يعني أول شيء كانت الطنبورة تعود عمرها إلى 3000 سنة 3000 عام استعملت في منطقة الجزيرة السورية منذ آلاف السنين. فهي الاحتفاء أكثر بهذه الآلة باعتبار هي آلة من 12 سنة ما كانت معروفة عمليا بالساحة الثقافية السورية. حاليا مؤسف لأنه هي أساسا يعني من هون المنشأ عم نحكي. تماما. المقصد أنه ما كانت هي آلة يعني تعزف على المسارح. صحيح. هي كانت آلة محصورة بالأعراس والمناسبات الاجتماعية ولكن مع تأسيس مهرجان البزق الأول 2010 دخلت هذه الآلة إلى المسارح. يعني هلا صار المهرجان هو حافز للموسيقيين اللي بيعزف على هذه الآلات انه نحن عندنا سنويا مهرجان بدمشق على يعني على اجمل مسارحها فعم يجهزوا حالهم من هلا بيخلص المهرجان بيجهزوا حالهم للسنة القادمة. صحيح. فالموضوع هنا انه اهتمام بهذه الآلات باعتبار هي آلات لها امكانيات الموسيقية تصل الى اوكتاف او اوكتاف ونص تنعزف عليه ألحان كثير صعبة ألحان يعني فيك في العازف في يعزف أي لحن على هذه الآلات يعني فيها مساحة موسيقية واسعة فكان من الضروري أنه هذه الآلات يعني تكون على مسارح تكون موجودة في الساحة الثقافية السورية. عموما الجديد في هذا المهرجان فيها نحكي عنه ما عدا الوجوه الجديدة وأيضا معزوفات جديدة هناك لأول مرة راح نعمل مثل أوركسترا
طنبور صغيرة يعني يعني راح يكون على المسرح حوالي 12 عازف مع بعض، هن كل وجوه شابة، راح تنعزف بطريقة ميلودي. حقيقة ما عملنا أي توزيع باعتبار ما في مجال للتوزيع الموسيقي، صعب. أجمل ولكن أساساً تماما لما يكون هو أصلا الألحان الشرقية القديمة كلها بتيجي لحنية، صحيح. المهم راح يكونوا في 10 عازفين مع بعض على المسرح مثل أوركسترا الطنبور، هي أول مرة بتصير. زائد يوم السبت راح يكون في عنا نقاش حول أساليب العزف في سوريا على هذه الآلات. نحن بنعرف البزغ في مدرستين، مدرسة الأمير محمد عبد الكريم وأمير الثاني سعيد يوسف. منطقة القامشلي وما حولها كلهم من مدرسة، فيك تعتبري سعيد يوسف يعني كلهم تقريبا تقليد لهذا الشخص من خلال هذا، إلا في بعض العازفين قدروا يعملوا أسلوب خاص فيهم مثل زبير صالح و عدد من العازفين الآخرين، ولكن أغلب عازفين البزق هن يعتبرون من مدرسة سعيد يوسف بمنطقة قامشلي. منطقة الداخل حمص دمشق ريف دمشق هن مدرسة محمد عبد الكريم، إنه كان هذول كانوا أقرب إلى، نحن نعرف من 50 سنة ما كان في إعلام مثل هلا، ما كان في سوشيال ميديا مثل هلا، فالكل كان يعني يتأثر بمنطقته. الإنسان طبيعته بيتأثر بما حوله، فمنطقة دمشق ومنطقة الداخل تأثروا بمحمد عبد الكريم، وأيضا منطقة الجزيرة السورية تأثروا بسعيد يوسف. هذول المدرستين أساسيتين رح نتحدث عنهم يوم السبت، وأيضا رح نتحدث عن آلة الطنبورة وشو كانت عم تنعزف عليها هذه الآلة، ورح نقدم نماذج. يعني كل ما بدنا نحكي عن أسلوب من أساليب العزف على هذه الآلات رح نقدم نموذج لهم من خلال عازف معين. هذول الجديدين هذا العام، وايضا شيء اخر فينا نعتبره جديد هو انه لاول مره راح، احنا بنعرف انه آلة الطنبورة لعشر سنين لغايه حتى من 10 سنين قليلين جدا من النساء اللي كانوا بيعزفوا عليها، هي آلة تقريبا كانت محصورة بالرجال، محصورة بالرجال أكثر، صحيح. ما بعرف ليش يعني عموما يبدو أنه نحن نحن مناطقنا كانت موسيقى، موسيقى لغاية في بعض العائلات لغاية اليوم عندهم الموسيقى يعني ما غير محبذة، يعني يعتبروها من الشغلات المو كثير. طيب سؤالي هون، برأيك آلة البزغ أخذ حقها اليوم أستاذ؟ بس كمل الفكرة يعني هي الموضوع أنه لقصد أنه الجديد في هذا أنه هي راح يكون في 4 عازفات آلة الطنبور مع بعض أيضا، هو على المسرح يعملوا شيء مع بعض، كمان هذا شيء جديد. بالنسبة جميعهم من منطقة الجزيرة؟ لا، هن من منطقة عفرين حقيقة، 4 النساء العازفات اللي بدهم يعزفوا على هيدا. بالنسبة لآلة البزق يعني ما بعرف إذا كانت قديش بتخدم الموسيقى اللي نحن عم نشوفها على المسارح. أعتقد هي يعني ممكن جدا هلا صارت بعد ما درست في معهد عالي الموسيقى، وبعد ما أسسنا مهرجان البزق السنوي، بتعرفوا أنتوا بتعرفوا أنه وزارة الإعلام ما عم تقصر، عم تعمل ضجة إعلامية حول هذا المهرجان، يعني كل يوم في تقارير العازفين عم تستضيفوهم، انا كل مره بكون عم بحكي عن هذا، صار في حافز عند بعض العوائل انه يعلموا اولادهم، يعني صار في هلا طلب على تعليم آلة البزغ في دمشق حصرا. جميل. اكثر من سنوات سابقه، وايضا معهد عالي الموسيقى، واحيانا الفرقه السوريه او الفرقه السوريه العربيه الموسيقى العربيه، الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه بقياده الاستاذ عدنان فتح الله، صار عمليا عم يعملوا بعض الاعمال متعلق يعني تكون سولو آلة البزغ فيه. وايضا انا في نشاطاتي الاخرى كالحان من الشمال، وايضا بعض النشاطات اللي عم بقوم فيها ادخلت آلة الطنبورة الى الاوركسترا لاول مره بتصير، من شيء 3 شهور قدمنا عمل او 4 شهور حقيقة، قدمنا آلة الطنبورة مع الاوركسترا، وقدمنا آلة البزغ كثيرا في حفلات اللي قمت فيها، سواء كان بتكريم عادل خضور وابراهيم صقر، وحتى
الكثير من الفنانين القدامى ادخلنا آلة البزغ مع على الاوركسترا لي. يعني عمليا انا باعتقادي آلة البزغ بدات تاخذ مساحتها بدات اكثر من اول. آلة الطنبورة ما زالت غائبه محصوره بمهرجان البزغ وبعض النشاطات اللي عم بقوم فيها انا لحد الان هي غائبه تماما عن المسارح والساحه الثقافيه. انا بعتبر انه تجربه مهرجان البزغ وهي التجارب الصغيره اللي عم بقوم فيها هي يعني اذا بدنا ناخذها بالنسبه لاله عمرها 5000 سنه هي تجارب خجوله لازم تاخذ مداها اكثر. صحيح. انا برايي آلة الطنبور لازم تدخل الى معهد عالي للموسيقى باعتبار هي آلة الام في عائله البزغ، فمن المفروض يكون في لها مساحه هي الاله الاساسيه. صحيح. مثل كمالي آلة البزغ. صحيح. يعني يمكن عوامل كثيرة بتساعد على نجاح العمل أو المهرجان، مثل ما ذكرت حضرتك وجود آلات معينة، المشاركين العازفين من مختلف المناطق السورية المبدعين، كمان فينا نذكر الجمهور المتلقي الذواق للفن والموسيقى. كيف كان مبارح إقبال الجمهور؟ خبرنا. كثير كان جميل مبارح. نحن في شغلة خانتني الذاكرة فيه، نحن بهذا المهرجان خلقنا يعني أنشأنا شغلتين حقيقة، أسسنا شغلتين من ناحية الجمهور ومن ناحية العازفين. صحيح. على هذه الآلات مثل ما قلنا سابقا هذه الآلات ما كانت غير موجودة خاصة بشكل سولو على المسارح، فقدرنا نحن نؤسس فنان صار عنده ثقافة مسرحية. يعني هل العازفين ممكن يعزفوا بعرس 7 ساعات متواصلة، في عنا عازفين مشاركين هذا العام بقدرته يعزف 7 ساعات متواصلة بدون تعب ولا. نحن أسسنا عمليا فنان يستطيع أن يعزف على المسرح مع المجموعة، كمان حتى هي مسألة ثقافة المجموعة ما كانت موجودة باعتبار هي أصلا آلة إفرادية تعزف معها غالبا آلة طبلة أو آلة أي آلة إيقاعية. فقدرنا نعمل شيء اسمه فنان مسرحي بهذا المجال، وأيضا قدرنا نأسس جمهور. يعني نحن هاي الآلة هي دائما مرافقة مع الغناء، والغناء نحن عنا يعني الرقص أو مسائل يعني لها علاقة بالمناسبات الاجتماعية. فقدرنا حتى نؤسس جمهور يأتي ويعرف متى ينصت ومتى يصفق. صحيح. ومتى كثير ضروري. فمبارح كان في جمهور كثير منيح امتلأت القاعة تقريبا. أستاذ بحري التركماني هو من اللي أحيا الافتتاح، هو من مدرسة محمد عبد الكريم، استطاع أن يجذب الجمهور على مدى ساعة ونصف. طبعا كان معه آلات مرافقة. أعتقد أنه الأيام القادمة يعني مثلا اليوم هو أكثر تنوعا من امبارح، امبارح كان في مدرسة واحدة، اليوم في عدة مدارس، وأيضا الأيام القادمة راح يكون معنا كبار عازفين على هذه الآلات. معنا أكرم نازي وبهجة سرور وآلان مراد وآلان دريعي وشكري سوباري وأيضا محمود قرده وعديد من العازفين. تحية لهم كلهم فردا فردا، نتمنى يا رب هيك كلياتهم فعليا نقدر نوجه لهم تحية من القلب وتوصل لهم. نشاطات وفعاليات كثير كبيرة رح تكون في ضمن مهرجان البزغ ال 12، بس وقتنا معك خلص. أكيد لنا وقفات أخرى ضمن رحلاتنا الصباحية لنحكي بشكل موسع عن النشاطات والفعاليات، وإن شاء الله كمان نستضيف أحد العازفين إذا قدرنا بالمرات القادمة. معك أستاذ إدريس، وأكيد نتشكرك على وجودك معنا وبنحني نضالك الدائم حول أهمية اليوم الحفاظ على هيدا التراث الثقافي الموسيقي اليوم بما يتعلق بالجزيرة ومنطقة الفرات. شكرا كثير. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمديرة مسارح وزارة الثقافة اللي هي دائما تدعمنا في هذا المهرجان، وشكرا لدعمكم انتم حقيقة، انتم ما انكم قصرين ابدا. شكرا. اهلا وسهلا فيك.